معايا النهارده من الدهليه، وعم محمد حاله من الحالات اللي كان بيتكلم عنها سياده الوزير اللي هم ما لهمش تامين صحي، اللي هم ما بيشتغلش في مكان والمكان عامل له رعايه صحيه او تامين صحي او الى اخر لانه مش موظف. هو من الدهليه، عم محمد بعت لنا على صفحتنا وبعت لنا حالته. اسمه محمد محمود، هو بيشتغل عامل باليوميه زيه زي ناس كتيره قوي من ناسنا في مصر. اتعرض لحادثه، الحادثه دي اتسببت له في مشاكل كتير، تتكلم في كسر في الحوض، تتكلم في كسر ومشاكل في فقرات الظهر. عم محمد نايم ما بيتحركش من شهر 5. محتاج ايه؟ محتاج علاج، لانه ومحتاج عمليه، لانه ظروفه الماديه لا تسمح باجراء العمليات المطلوبه منه. تعالوا نشوف التقرير ونعود ونتواصل مع حضرتكم. حين تنقطع بك السبل ولا تجد بدا الا ان تبيع طعام احفادك كي تشتري علاجا لوالدهم، عسى الله ان يشفيه ليعود ويكمل معهم رحله الحياه. تلك هي معاناه محمد المركبي التي يعانيها، حيث تعرض محمد لحادث منذ 5 أشهر اثناء عمله ليجد نفسه طريح الفراش لا يستطيع الحركه، حيث اصيب بقطع في مجرى البول وكسر بالحوض وكسر ب5 فقرات اسفل الظهر. وكل ما يرجوه أن يعود ويقف على قدميه ليتكفل بطفليه وزوجته، ولكي يسدد ديونا اقترضها ليشتري بها الدواء. يعني شغال باليومين، مش موظف حكومة وكده، فبقالي 13 شهر شغال معهم، سنة وشهر بالظبط، من 1/4/21 وأنا معهم لحد يوم 6/5/2022 لحد يوم الصبح. اللي حصل انه وانا شغال واللودر شغال حوالينا في منطقه كده، هو دخل فيها اللودر يعبي، فهو راجع بظهره وانا برضو شغال في نفس الحته اللي هو دخل فيها ومديله ظهري برضه، فاتفاجئت لقيته بيدوس عليا، هو راجع بظهره وانا مدي ظهري للودر برضه، فخبطني راح منيمنا على الارض وبدا يطلع عليا بقى كده منين. نعم رجلك؟ لما انا نمت رجليه فتحت كده، فالعجله دخلت من بين رجلي، من بين رجليها طلعت على اول ظهري من تحت كده على طول. رحنا المستشفى عملنا اشعاعات، قال لك في ظهرك الفقرات العجزيه كلها من 1 لـ5 كلها مكسوره، وفي فقرة أو فقرتين تقريبا منقولين من مكانهم، كل فقرة منقولة حوالي 1.5 سم، وفيه كسور في الحوض 3 كسور أو 4، وفيه في مجرى البول، في قطع في مجرى البول. لحد دلوقتي كده احنا بقالنا 5 شهور اهوت، ما انا مركب قسطرة اهيت من بطني، شغال بقى من بطني منين، ما فيش اي حاجة تاني. لا يا تقدر تقول تكاليف علاج كل اسبوع مش أقل من 5000 جنيه أسبوعيا، ده مصروف علاج وهو نايم مكان، غير الانتقالات، مشاوير الدكاترة، شيل هات له دكتور يبدل له القسطرة هنا في البيت. الشغل في الأول ساعدني بحاجات بسيطة، لكن لحد دلوقتي خلاص ما عادش حد بيسأل ولا بالتليفون حتى، لأن أنا مش على ذمة شغل، أنا مش موظف رسمي، شغال باليومين، أنا محتاج أقوم أقف على رجلي بس، مش عايز أكتر من كده. أنا عندي جزء أولاد وعندي زوجة برضو، يعني ربنا يعافي الناس كلها برضو مصابة وبتتعالج في المستشفيات، بتروح مركز الأورام والطب النووي في المنصورة برضو بتتعالج، فأنا عاوز أقوم أصرف على أولادي مش أكتر من كده. العمليات المستعجلة دلوقتي هو في عملية المسالك وظهري، هما دول الاتنين اللي بقينا. الحوض الحمد لله الدكاترة قالوا لم لوحده كويس ومن غير عمليات ومن غير حاجة، لكن عملية المسالك دلوقتي هي اللي لسه موجودة والفقرات اللي في ظهري. بعد ما كنت شايل نفسي انا ومراتي بس، بقيت شايله هو ومراته وعياله، تحمل هم الكل. عرضت بيت للبيع، شويه الرز اللي مخزنهم لعيال واكلهم بعناه لسه. بس نعمل عملياته، العمليات بس،
بعد كده الديون اللي علينا اقدر كفيل ان اسددها ان شاء الله بعون الله مع الوقت. ربنا المستعان. محمود حافظ، صالة التحرير.